رفع الثدي ده مهم قبل ما نروح للتثدي عند الرجال. حظن دايما الرجل لا هتسيب له حته كده في يعني رغم ان دي موضوع مهم لكن خلينا نقول للرفع. الرفع ده موضوع تخيلي، ما فيش حشوات ما فيش ادوات، انت بترفع بس، انت بتعمل انا بشيل الجلد بس بالظبط. يعني انا بعمل ايه؟ زي ما تكون البدله دي وسعت عليا فانا بضيقها ان انا ما بخشش جواها، انا جاست ان انا بشيل كميه الجلد الزياده. هنا بيكون الثدي حصل له ترهل بس حجمه كويس. فهنا احنا قدامنا حاجه من اتنين، يعني نرفع الجلد بس على نفس شكل الثدي، او نعمل حاجه جميله جدا دي من الحاجات اللي ما يعرفهاش برضو الناس، ان احنا نعمل حاجه اسمها اوتو اوجمنتيشن او تجبير ذاتي. يعني ايه تجبير ذاتي؟ ساعات الست لما صدرها بيسقط بيبقى عريض، عرض الثدي ده نتيجة ان هو فقد كمية من الدهون اللي فيه. فلما اجي اعمل له رفع لازم احافظ على الشكل المخروطي للثدي. عشان احافظ على الشكل ده فانا بجيب انسجة الثدي ببتدي المها بطريقة معينة تدي البروز والمخروطية الشكل بتاع الثدي. ده اسمه الاوتو اوجمنتيشن، بعملها تجبير ذاتي بدهونها او بشكل او حجم الثدي الطبيعي بتاعها. فانا لما اجي اعمل رفع، لما انا اعمل رفع فقط ان انا استأصل الجلد لو الشكل والحجم كويس، مش محتاج ان انا اعمل اللفة الانسجة عشان ادي الشكل المخروطي، او اضطر ان انا ارفع الثدي عن طريق ان انا اشيل الجلد وبرضو ابتدي احرك انسجة الثدي عشان تدينا شكل المخروطي بتاع الثدي.